السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبدأ ونتصلوا ونسلموا على النبي، اليوم جبت لكم حكايه جديده مختلفه تماما على الحكايات اللي من قبل. الحكايه هذه على السلفه، لانه بكل صراحه التعليق نتاعكم نهار حكيت لكم حكايه السلفه اللي سجلت سلفتها كنتوا كامل بعثتوا لي بزاف حكايات في البريفي، وكاين مشتركه معانا كبيره في العمر، ربي يطول في عمرها ان شاء الله، نعتبرها كأم ليا، كانت قالت لي في ميزان حسناتك. هادو كامل راهم يستنفعوا العرايس اللي جدد واللي غافلات، سورتو اللي ما يعرفوش كيفاش يسيروا في اهل البيت الزوج نتاعهم. لهذا راح نخير دائما حكايه تكون شابه ومفيده كامل ليكم. نبداو بسم الله على بركه الله. انا منال، في عمري 36 سنة. اليوم راني حابة نحكي لكم حكايتي على سلفتي، وانتوما تعطوني رايكم وتنصحوني، باسكو بزاف راني مضرورة ومقهورة، وهذا كامل راهو بسبب سلفتي اللي صورتني في الحمام وفضحتني قدام راجلي بفيسبوك مجهول. حد الآن راهم عندي 5 شهور وانا في دارنا غضبانة، غضبانة بسبب حاجة كنت انا السبب فيها، وثقتي العمياء هي اللي وصلتني وين راني دركا. عندي 3 دراري، راني ما بين وبين كما يقولون سبكري معلقة، ما راني متلقة، ما راني مرت راجل. اليوم حبيتكم كامل تنصحوني وتوروا لي الطريق اللي نتبعها، لانه ما لقيتش مخرج واحد اخر من غيركم انتوما. حكايتي بدات نهار تزوجت مع راجلي، كان يعني كل شيء لاباس، وما كانوش عندي مشاكل مع ناس الدار بحكم انا داري وحدي وكنت خاطيتهم، نروح نضيف وندير الواجب غير في وقت الصح، اما هذيك القسره الزايده ما كانتش عندي. وهذه هي الشيء اللي خلى سلفتي دائما تحوس تتبعني، تقول لي علاش ما تهبطيش تقصري معانا، علاش ما تجيش ليا. المهم بزاف صوالح كانت دائما تبروفوكيني، وانا كانت تلحقني دائما هضر عليها باللي تمنشر فيا، تقول لي كلام زايد. مع العلم انا كنت خاطيتها كامل، والله العظيم ما كنتش مام با نهبط نضيف ولا نقصر معاهم، غير هكا كي نتلاقاو في الوليمات ولا في المناسبات راهي باينه نقصر ونضحك معاهم. باسكو راجلي كان دائما موصيني ويقول لي ردي بالك داصري هذوك السلافات، شحال من مره توقع المشاكل بينهم وبين خياتي، الوغ جبدي روحك قد ما تقدري، كنت دائما ندير على كلامه وناخذو على محمل الجد. جازو يامات وجازو مده 5 سنين على التعرويص نتاعي، وانا بديت نوالف عقليتهم وبديت نتعود عليهم، ومازالني في هذاك السيستم تاع جابده روحي عليهم. لكن نهار الحق العرس كيما قلت لكم دائما تكون الملاقات، حتى اللي جا واحد النهار كان عرس تاع لوستي. هذاك العرس قررت انه انا نروح للحمام، قلت وعلاش لا نروح نستيكي روحي الافونس مع الوليدات، هاكو تعرفوا نحي امو حاجه من الطريق هكذا باش كي يلحق العرس نلتقي غير بوليداتي وكاش لبسه نوقف بها. من بعد كانت لوستي صغيره، اقترحت عليا ان ندو سلافتنا كامل ونروحو كامل في رحبه هكذا باش كيما نقولو حنايا نضحكو نقصرو شويه صغاريت. انا ما كنتش حابه نروح هكا صراحه، قلت لراجلي، قال لي غير خطيك تاخدي رايي نكري لك كلانديستان ونروح انا وياك والوليدات، نحطك تدوشي وتتحمي تستيكي روحك بالطبع، زيدي جوزي الحفافه وولي لدارك. ايا انا ما حسبتش كامل كلامه ورحت، قلت له لا راني حابه نروح معاهم باسكو يعجبني الامبيونس ونحب الغاشي معايا. ايا هو قال لي دبري راسك، شد لي الوليدات وانا قلعت كيما يقول لك مع الغاشي ورحت. كي دخلنا للحمام بدينا بالتقدام وزغاريت وكاع، من بعد سلفتي شدت التليفون وبدات تصور دير فيديو. هيا رحت لها قلت لها واش راكي ديري، قالت لي نديروا لي سوفونير واش بيكي، قلت لها لا تعيشي ما تصورنيش معاهم، ما رانيش دايره خمار اون سي جامي كش راجلي يشوفها ولا. قالت لي واش راكي تشوفي فيا، عم بالك راح نديرك في الفيسبوك ولا في اليوتيوب. هيا انايا كشغل ما حبيتش نكتر معاها الهضره، من بعد تشنفت عليا ودورت وجهها وكملت تصور. من بعد انا جبت روحي للطرف كامل، من بعد قلت لوستي اسمعي، قلت لها يلا نكملوا ونروحوا باش هكا ما نديروش المشاكل، قلت لها انا التليفون ما نحبوش سورتو في هاد الامور. من بعد لوستي قالت لي غير ما تخافيش راهي بيناتنا، علاش عم بالك حتصورك داخل الحمام كي تكوني تدوشي، يا اخي راهي تصور فينا برا. من بعد قنعتني بالهضره نتاعها وشنو درت خمار، كي درت خمار لكن الكارثه الكبرى ما راهيش هنايا، لو كان غير جازت هنايا وبس. المشكل انه سلفتي علقت التليفون في سترها ودارت له واحد البوشيت ترانسبارونت، انا ما كانش على بالي كامل باللي الفيديو راهو يمشي. دخلنا للحمام باش نتحمو عادي، من بعدك وتعرفوا مع العروسه والامبيونس ما تحسيش كامل بالوقت حتى تلقاي العشيه لحقاتك.
لحقتنا العشيه، قلت لها يلا صاي نورمالمون الوقت نعيطو للكلونديستي يجي يدينا. عيطنا له جدانا حتى العشيه نسمع الدواس والعياط، لوستي العروسه مع سلفتي هذه اللي كانت تصور فينا في الحمام. اي انا ما فهمت والو، رحت نجري للعروس قلت لها واش كاين غير الخير، علاش راكم هكذا؟ قالت لي شوفي شوفي سلفتك اليوم كانت ديرنا في فيديو داخل الحمام وين كنا ندوشو. انا خلاص حسيت بمخي قريب يحبس، قلت لها كيفاش؟ عيب عليها، عار عليها، كيفاش انتي عرفتي؟ قالت لي وليدها كان يلعب بالتليفون، ايا نسمع في الفيديو يمشي والهضره نتاعنا ولي فيديو حتى داخل الحمام وين كنا ندوشو. انا انخلعت يا ناس، هادي مرة دير كيما هكذا؟ من بعد جات تجري سلفتي قالت لي واش كاين؟ قلت لها علاش؟ عيب عليك، عار عليك ديري هذا الشيء، وعلاش هكذا يا اختي العزيزه؟ حنا درنا فيك الثقه وخليناك صورتينا مع التالي تصورينا لداخل، وشنو الهدف نتاعك؟ من بعد قالت لي اه لا لا والله العظيم ما صورتكم، التليفون قاعد يمشي وحده. ايا من بعد صارت هذه الحكايه وتغمت، علاش؟ باسكو امناها ودرنا باللي صح واش هضرت، كانت الفيديو يمشي وقعد يمشي وهي ما جابتش الخبر وسيبريماتو قدامنا هكذا باش نتاكدوا من هاد الشيء كامل. فات هذاك النهار هكذاك وقعت انا موسوسه باسكو انا نخاف بزاف راجلي في هاد الصوالح، وسورتو كي كان وصاني وقال لي روحي وحدك للحمام وانا يعفست له على كلمته. والكارثه الكبرى سلفتي العزيزه كانت مخبيه الفيديو وتسكر في تليفون واحد اخر. هنا فهمت باللي كل شيء واش كانت تدير له كانت مخطط له. هذه هي الحاجه اللي راهي دوكا مخليتني غضبانه. جا واحد النهار لوستي كانت تعروست وراحت وكل حاجه ولات لطبيعتها، خرجت نتقضى قالت لي الا نجي معاك، قلت لها لا لا ما نكذبش عليك راني راح غير هنا ونعاود نولي. وانا كيما على بالكم ما حبيتش نداصرها سختو من العفسه اللي صرات في العرس تاع لوستي. ايا جبت روحي قد ما نقدر منها، بصح هذه سلفتي كانت بزاف تغير مني وحاسدتني على ابسط الامور، خاصه انه صدقوني تلقاوها عايشه خير مني وتاكل خير مني وكل شيء خير مني. انا جامي حسبت لها وجامي قلت لها شوفي، بصح هي كانت دايما تقطع فيا عند الناس ما خلات فيا، حاسدتني على ابسط الامور بحكم انا الزوج نتاعي كان يحبني بزاف ويعزني، ويعني محبته كانت باينه قدام والديه وقدام الناس، هكا يزعق معايا يقصر معايا، بصح هي لا لا راجلها كان عكس تاع الزوج نتاعي، كان دايما مزير وجهه تقول ما على باليش، تقول دايما متضاربين، وهو لا لا عقليته هكذاك ما عندوش هذيك الرومانسيه والقصره مع مرته، نو جاي مزير. وهذه الحاجه الوحيده اللي مخليتها غايره مني. حتى اللي جا واحد النهار هو يوم الكارثه ويوم الصاعقه اللي صارت لي، اللي هي كنت قاعده انا وراجلي في امان الله حتى اللي لحقوا ميساج في الفيسبوك. انا يعني ماشي مالفه نتحروى وجامي سقسيتو، حتى اللي هذاك النهار شديت التليفون تاعو قلت له سمع وقيلا يرسلوا لك في الماسنجر. اي هو قال لي عطيني شوف تشوفي، من بعد فتح الميساج حتى اللي سبحان الله لحقوا الفيديو هذاك نتاع العرس داخل الحمام. من بعد انا قعدت غير نسمع مع الاول صغاري توقع فهمت كل شيء صراحة، شديت قلبي ورجليا فشلوا في هذيك اللحظة وما عرفت لا نحيلو التليفون ولا نواجبه ولا نهضر معاه، لأنه كي بديت نسمع في الفيديو يبدأ عرفت الحكاية كامل وحسيت باللي سلفتي هي اللي بعثت لا فيديو. من بعد أنا قلت معليش نخليه يكملوا ومن بعدها خلي تخلى وخلي تلحق وين تلحق. من بعد قال لي روحي روحي تشوفي، قلت له وش كاين؟ غير الخير. قال لي كيفاش غير الخير؟ وش نقولكم، هذاك النهار كان يوم الاسود، اضربني قتلني بالضرب، قال لي شوفي شوفي وين لحقاتك الراي نتاعك التالف شوفي. من بعد بدا يرسل لهذاك الانسان اللي بعث له هاد لا فيديو، بدا يتواصل معاه غير بلي ميساج، راجلي يحاول يعيط له لكن هذاك ما يريبونديش يبعث غير الكتيبه. المهم راجلي قاعد يتواصل معاه هكذا كلمه تجيب كلمه، قال له شكون نتايا؟ ايا قال له انا واحد نسكن في حومتك، هاد لا فيديو لقيتو في الفيسبوك عرفتو باللي تاع لا فامي نتاعك وخياتك وكاع، ايا رسلته لك باش تعرف باللي المرا هو يمشي تحت رجليك. انا هنا خلاص قعدت غير مخلوعه،
صراحة ما لقيت ما نهضر وما عرفتش نواجب وما عرفتش ندافع على روحي، لأنه شغل كل حاجة ولا تفضي. أول اتصال كان لوستي اللي هي خت الزوج نتاعي اللي راحت عروسة، كنت حكيت لها كل شيء وقلت لها دبري راسك يا أخي، انتي راكي شاهدة وراكي عارفة كامل الحكاية، وعلى بالك بلي لا فيديو دارته سلفتي الو غير واحد دوكا كيما راكي ارواحي، افري لي هاد المشكل ما رانيش حاباتو يكبر. ايا هي لحقت ربي في هذيك الدقيقات، جات حكمتها سلفتي لتحت عند الباب، قاتلها دخلي روحك راهو رايح يصرالك كتر منها، قاتلها ايبا غير قعدي بعيده احسن لك. وانا سلفتي يا البنات وش نقولكم، صعيبه بزاف بزاف. انا على ديك اللي ما حبيتش نداصرها كيما قلت لكم في الاول، وحتى راجلي كان حكى لي بزاف امور عليها من قبل، لهذا لوستي خافتها. سبحان الله تبدلت كومبليتوم عليا، قالت لي شوفي انت راكي اختي نحبك ونعزك، بصح ما رانيش رايحه ندخل روحي بسبب وش التهديدات اللي راني نتعرض عليهم من عندها. وقالت لي لا فيديو راني مخلياته في التليفون، اللي تغلط معايا راني رايحه نباصيها مع راجلها. ايا كامل جبتوا عليها وكامل خافوا منها، ووحده ما بغات تدخل روحها وتنقذني. فاتوا يامات وانا مازلني على هذه الحاله ومازلني في دار بابا، حتى اللي جات واحد النهار عجوزتي وشيخي وكامل الوساتي جاوا لعندي لدارنا، قالوا لي جينا لك باش نقصروا في هذاك السوجي نتاع الحكايه تاع الحمام. ايا قلت لهم مادابيا يلا غير لقاو لي حل اخي، كامل راكم شاهدين باللي مانيش انا اللي صورت، هي اللي كانت تصور ودارت لنا كاع فيديو. ايا لوستي نطقت هذه العروسه اللي كانت شاهده على كل شيء، سبحان مغير الاحوال. قالت لي ماشي سلفتي اللي كانت تصور، انت هي اللي كنتي تصوري. مسحوا كامل فيا الموس، وش نقول لكم، حسبي الله ونعم الوكيل، كيما داروا لي كيما هكا وقلبوا الحكايه كامل عليا، ان شاء الله وين يروحوا يلقاوها مغلوقه في وجههم. بس كان مشيت معاهم بالنيه وكنت دائما حنينه معاهم، صح ما كنتش نداصرهم ونهضر بزاف معاهم، بصح الصراحه والله العظيم غير العزيزه نديها لعجوز والواساتي. مع التالي شوفوا كيفاش جاوا يلوموا فيا، وين جاوا يلوموني في دارنا. انا كي عيطوا لي وقالوا لي رانا جايين فرحت بزاف بزاف، تعرفوا وجدت لهم الماكله لي جو، وجدت لهم حتى ديكادو، قلت صاي ربي فرج عليا وراهم جايين يدوني لداري ونستر وليداتي ونعاود نولي كيف زمان. مع التالي خرجوا لي بخرجه كامل ما استنيتهاش. بكل صراحه انا دركا راني حايره وقاعده بين نارين، راني في 5 شهور مازالني هنا في دارنا وغضبانه وما عنديش كاش حل اللي نديرو. راجلي يعيط لي في التليفون يسقسي غير على ولادو، يقول لي كاش ما خصهم ولا انا نجي نفتح معاه الموضوع ولا نقول له كاش حاجه يكوبي لي مباشره في وجهي، يعني ما راهوش حاملني ابدا. وانا دركا ما على باليش كامل واش راهو يخمم راجلي ولا واش راهو في راسو. بعد اللي جاو ناس داري وهدروا لي هذيك الهضره تخلطوا كامل الخيوط في راسي ومانيش عارفه واش راهو صاير في داري، لهذا قولوا لي ونصحوني الى نروح لداري ولا نقعد غضبانه نستنى حتى يجي لعندي. مع العلم راني مظلومه وربي شاهد بوش راهو صاري فيا دوكا، راهو قلبي راح يكلاط ومانيش عارفه كامل واش راني ندير دوكا. راني نصلي في الاستخاره وندعي في ربي سبحانه، راني تاكل على ربي وعليك يا اختي. فوالا هذه كانت حكايتي البنات لنهار اليوم. بون الاخت هذه صراحه انا قطعت لي قلبي. شوفي اختي نصيحتي ليك، ولا اول حاجه ننصحك بها، مادام هو ما جاش ليك وما دار حتى خطوه، لازم عليك انت اللي ديري الخطوه، تدي باباك تدي كامل العائله نتاعك وتروحي تشوفي وتستفسري واش راهو صاري في دارك، ربما كاين احداث ما راكيش كامل متوقعتها راهي صاريه. هذه يعني نصيحتي انا ليك، ما تيتميش ولادك وخاصه انه راكي مظلومه، وادعي ربي سبحانه لانه راهو رايح يسهل لك بزاف بزاف. والصلاه على النبي حاولي 1000 مره في اليوم، وصوره البقره يوميا تقرايها، صدقيني لو كانت واضبي على هذا الزوج اشياء راكي رايحه تشوفي العجب المعجب، والظالم اللي راهو ظالمك راكي رايحه تشوفي بعينك كيفاش يخلص وعينك يشوفه. ان شاء الله ربي يوفقك حبيبتي وربي يقدرك وربي يسهل لك ان شاء الله. ونتمنوا لكامل الاخوات اللي راهم معنا يزيدوا يكتبوا لنا في التعاليق نصيحتهم لهذه الاخت والاخت اللي هدرت عليها مع الاول، واللي راهي حابه تواصل معايا في الخاص باش تحكي لي حكايتها ولا اي استفسار نقول لك هاوليك الخاص. تهلاو في روحتكم، تهلاو في وليداتكم، في قصه جديده. سلام.